السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم شرح موضوع اليوم، وهو من المواضيع الأساسية في اللغة الإنجليزية، وهو الأرقام في اللغة الإنجليزية كتابة ولفظا، Numbers of English Language. إليكم الشرح التالي. أرقام اللغة الإنجليزية Numbers of English. أولا الأرقام المفردة، يعني تأتي بشكل مفرد، يعني مو رقمين، رقم جنب الرقم الثاني. هذه الأرقام المفردة، نبدأ ب 0 0 معناها صفر، نبدأ ب 1 1. نلاحظ هنا ال 1 كيف لفظناها، ال E ما لفظناها، وهذه تلفظ 1 1 1. 2 2 2 3 3 3. نلاحظ هنا الـ TH لفظناها إث 3 4 4 4. 5 5 5. نلاحظ هنا الـ E لا تلفظ والرقم يلفظ 5 5 6 7 7 7 8 8. نلاحظ هنا الجي اتش لا تلفظ 8 8. 8 9 9. نلاحظ هنا الاي لا تلفظ 9. اعيدها 5 5 6 7 8 9. 10 10. 10. إذا أعيد معاكم الأرقام، كانت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كانت هذه الأرقام المفردة، يعني حسب اللغة العربية إلى كلمة 10 كلمة واحدة. نأتي للأرقام المركبة، أرقام اللغة الإنجليزية Numbers of English. ثانيا الأرقام المركبة، ماذا نعني بالأرقام المركبة؟ نعني باللغة العربية متكونة من كلمتين، مثل 11. نبدأ بالترتيب، بإكمال الترتيب. 11 11. نلاحظ اللفظ سهل وبسيط، 11 11. 12 12. نلاحظ هنا الإي لا تلفظ، وبقية الأحرف تلفظ 12 12. 12 13 13. نلاحظ هنا الـ TH تلفظ ث 13، ونلاحظ هنا المقطع تين من 13، من رقم 13 يستمر إلى رقم 19، تنتهي الآحاد هذه 13 13 إلى 19 تين، لذلك تسهل علينا حفظ هذه الأرقام. 14 14. نفس هذه، نفس رقم 4 وضفنا له الأحرف هذه تين، 14 14. 15 15 15. إذن أعيد الأرقام 11 12 13 14 15. 16 16 16. نلاحظ نفس الرقم الآحاد 16 ضفنا لها الأحرف تين، أصبحت 16. 17 17. أيضا نفس كلمة 7 اللي هي الآحاد، أضفنا لها الأحرف هذه تين، أصبحت 17. 18 18. نفس كلمة 8 وضفنا لها، أكملنا هذه 18 18. 18 19 19. أيضا نفس 9 وضفنا لها تين، أصبحت 19. أرقام اللغة الإنجليزية Numbers of English.
ثالثا ألفاظ العقود، ماذا نعني بألفاظ العقود؟ كل عشر أرقام مثلا 20 30 40 50 هذه الأرقام العشرات 20 20 20 20 نلاحظ الكلمة تنتهي بالأحرف تي واي تدل على العشرات 30 30 أيضا انتهت بالأحرف تي واي تدل على العشرات 30 بينما إذا انتهت المقطع تين تدل على من 13 إلى 19 40 40 نلاحظ هنا نفس رقم الفور لكن لا يحتوي حرف اليو 40 أيضا نهاية تي واي 40 50 50 50 إذن العشرات تنتهي بالتي واي والأرقام من 13 إلى 19 تنتهي بالمقطع تين أرقام اللغة الإنجليزية numbers of English 60 60 نلاحظ نفس الرقم الآحاد وضفنا له تي يدل على العشرات إذن 60 70 70 نفس أيضا نفس 7 وضفنا له الأحرف تي واي اللي هو المقطع تي أصبح 70 80 80 80 90 90 نفس الرقم أيضا وضفنا له تي تي واي 90 نكمل باقي الأرقام 100 100 مئة thousand thousand ألف million million مليون أرقام اللغة الإنجليزية numbers of English language ندمج الأرقام التي تعلمناها لينتج الرقم الصحيح مثال هذه 21 20 هذه العشرات 21 هذه 35 30 عشرات 35 35 هذه 60 60 وهذه 8 68 68 أعيد الأرقام 21 21 35 35 68 68 إليكم هذه الأمثلة متكونة من مرحلة المئات فهذه التو 200 مئتان 210 هذه 10 210 يعني 210 هذه 799 799 799 كيف يمكننا لفظ هذا الرقم؟ نلفظه بطريقتين 2014 2014 أو 2014 2014 كيف يمكننا لفظ هذا الرقم؟ نلفظه بطريقتين مطلوب من عندكم أن تكتبوا في التعليقات كيف يكتب هذا الرقم أرقام اللغة الإنجليزية numbers of English رابعا الأعداد الترتيبية ماذا نعني بالأعداد الترتيبية؟ إليكم الأمثلة التالية
راح نقسمها إلى التقسيم التالي: الرقم كتابته رمزه. الرقم إذا نقول مثلا المركز الأول، يعني نرتب الأشياء الأول الثاني الثالث الرابع، لذلك اسميناها الأعداد الترتيبية. الأول يكون first نرمز له 1st. الثاني second نرمز له 2nd. الثالث third نرمز له 3rd. الرابع fourth ينتهي بال th، fourth 4th. الأول first 1st first. الثاني second 2nd second. الثالث third 3rd third. الرابع fourth 4th fourth. الخامس نرمز لها 5th fifth. السادس sixth نرمز لها 6th sixth. السابع seventh نرمز لها 7th seventh. الثامن eighth نرمز لها 8th. إذن هذه بقية الأرقام تأخذ th نهايتها: eighth fifth sixth seventh eighth. التاسع ninth ضفنا لها th والرمز 9th ninth. العاشر tenth الرمز 10th tenth. الحادي عشر eleventh هذا الرمز 11th. الثاني عشر twelfth نلاحظ هنا حولنا ال V وال E حولناها إلى F twelfth الرمز 12th 12th. الثالث عشر 13th الرمز 13 و th 13th. نلاحظ هنا 13 أضفنا لها th 13th. الرابع عشر 14th الرمز 14 وأضفنا لها th 14th. الخامس عشر 15th الرمز 15 وأضفنا لها الأحرف th 15th. أرقام اللغة الإنجليزية numbers of English language. رابعا الأعداد الترتيبية. من اسمها الأعداد الترتيبية؟ مثلا المركز الأول، المركز الثاني، المركز العشرون، المركز الثلاثون، أو الترتيب العشرون، ترتيب الثلاثون، وهكذا. إذن العشرون 20th نلاحظ هذه الكتابة 20th وهذه الرمز 20th 20th. الثلاثون 30th وهذا الرمز 30th 30th. الأربعون 40th وهذا الرمز 40th والكتابة 40th. أعيد الأرقام 20th 30th 40th وهذه الرموز. إليكم هذه الأمثلة. مطلوب من عندنا أن نكتب الأرقام 52 نكتبها 52 هذه أعداد ترتيبية 50 second و second 2nd هذه رمزها. كتابة 50 second الثاني والخمسون. الثالث والستون 63rd. الكتابة 63rd. أعيدها
50 second 50 وهذه second 2 اندي هذا الرمز والكتابة 50 second. الثالث والستون 60 third الرمز 60 والثري ار دي والكتابة 60 third. الثالث والستون. المئة hundredth hundredth ضفنا لها th الرمز hundredth. الألف thousandth الرمز thousandth. المليون millionth. أرجو الاستفادة من شرح هذا الموضوع ولمتابعتنا لإنتاج المزيد من المقاطع التعليمية. يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.